كيفيات عصرية وتقليدية وحلويات منوعة لكل الأذواق. ومن برنامج أطباق وأذواق نحيي الجميع صباح السعادة صباح الفرح والسرور. نرحب بكم عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من تيسنسيت ونرحب جميعا بأم خلود اللي أكيد ترحب بكم الآن. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح الورد أمال، ويشرفنا كثير اليوم أنك راكي معنا في البرنامج، وهذه قاعدتنا يعني، هذه هي حلاوة المطبخ وهذه حلاوة الطبخ. طب يحسبوني نجي ما قدم كاش غوسيات ولا لا؟ معليش يعني اليوم اليوم راني جايه غير نشاركك برك تنشيط فاطمه. مرحبا بك حبيبتي، مرحبا. فاكيد كما في كل مره مجموعه من الوصفات اللي تقدميها لكل السيدات، هذا في انتظار اتصالاتهم خلال الجزء الثاني من الحصه على رقمنا 046 57 64 64. اذا فاطمه اليوم واش جبتي لنا؟ والله اليوم حبيبتي امال، قبل هذا الشيء نرحب بالمستمعين نقول لهم صباح الخير ومرحبا بكم في برنامجكم اللي دائما تعودتم عليه صباحة كل خميس اطباق واذواق. اليوم ان شاء الله امولا رايحين نشوفوا، بما انه احنا دائما نقولوا على الخبز والتبذير تاع الخبز، كي عارفه امال بزاف نصائح للاخوات، وانا قلت لهم دائما خبوا لنا الخبز، نحتاجوه وصفات حلوه ومالحه. اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوه غراتا بالخبز. يعني الدجاج والخبز راح نشوفوا غراتا ولا اروى، راح نشوفوا ليك خاب، بما انه ولادنا وبناتنا تعرفي راهم دائما في المحل يكون والدراسه دائما من ذاك نديروا لهم حاجه حلوه. ورايحين كذلك نشوفوا خبز الدار اللي كثير بزاف اللي يحبوه، ورايحين نحليو قاعدتنا ان شاء الله بتحليه اللي هي مسكوتشو اللي كانوا طلبوها لي بزاف اخوات. اليوم رايحين ان شاء الله هنا وكيف المسكوتشو تاع ام خلود راح يكون جديد، راح يكون فيه لمسه اضافيه ماشي كيما تخيلوا تاع بكري تعرف حبيت بيض ومسكزي. اكيد حبيبتي ان شاء الله. وحنا تعرفي البرنامج بالدرجه الاولى يعني هو برنامج للاخوات، يعني احنا في خدمتهم، وكاينين بزاف اخوات اللي من ذاك احنا فاتحين لهم المجال يدخلوا معنا يقدموا وصفات، وهدفنا ان نفيد ونستفيد امولا، وهذا هو الهدف. هذا اكيد ان شاء الله منا وجاي حصص جايه امل ثاني مستمعينا باش نخبرهم بلي امولا من ذاك تجيب يعني حوايج ناكلهم يعني ما شاء الله. في ثاني خطره ان شاء الله ندرجوا وتقدمي لنا كاش وصفه ان شاء الله. ان شاء الله انا غير نتريشي انا مش كيما انت يعني معليش حبيبتي انا غير نتريشي ما شاء الله، خاصه في التحليات. نروحوا اذا فاطمه فاصل قصير ندوه مع بعض باش هكا يتسنى لي مستمعاتنا باش يوجدوا كنانيشهم كيما نظري تقولهم كناشاتهم واقلامهم، يوجدوا كناشاتهم واقلامهم ونرجعوا لهم. اذا البدايه فاطمه ام خلود راح تكون بنوعين تاع الخبز. يعني اليوم نعطيهم وصفتين تاع الخبز، لانه الاخوات على بالك باللي اغلبيه الاخوات يعني في الدار يعني كاين اللي يشرو الخبز بزاف وكاين اللي يعجنوا بزاف. احنا دائما نحاولوا، شوف احنا نبغوا نعجنوا نبغوا ناكلوا تاع الدار بصح ما يتعبناش ما فيش هذه هي لاستيس ولا هذه هي الوصفات هذه اللي نقدروا باش نحاولوا بها الاخوات. يعني نعطي لهم جوج طريقات يعني الخبز الدار وكلهم مجربين وناجحين. نكتبوا مع بعض الوصفه حبيباتي اللي هي عندنا ثلث حبات تاع البيض، يعني هذه الخبزه الوصفة الأولى. نحتاجوا فيها ثلث حبات تاع البيض، حطي لهم مغرفة كبيرة تاع السكر، نخلطوا هذوك ثلث حبات تاع البيض مع مغرفة كبيرة تاع السكر، نضيفوا لهم ربع كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب يكون دافي، هذاك الكاس تاع الحليب واش نديرو فيه؟ نحرحرو فيه مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة صغيرة تاع الملح، بطبيعة الحال ما ننساوش سانوج وحبة حلاوة ولا سانوج وجنجلان يعني اختياري، ونعرفوا باللي سانوج وحبة حلاوة يمدوا ذوق بزاف اللي ما يحبوهمش، ولكن انا ننصحكم انكم تتعودوا عليهم لانهم صحيين ويمدوا بنة خاصة للخبز نتاعنا. نضيفوا كذلك كاس ونص تاع الفرينة، اليوم خبزنا راه محدد فيه كاس ونص تاع الفرينة، نتحصلوا على خليط شبه يعني كيما نقولوا احنا جاري كيما الكيك. هذاك الخليط واش ديري له؟ تشدي بلا تدهنيه بالزيت مليح وفرغي الخليط نتاع، مباشرة تكوني مجدة صفار البيض مع مغرفة زوج حبات تاع صفار البيض، يعني على حساب البلا تاعك زوج حبات تاع صفار البيض، وحطي لهم مغرفة كبيرة لحظة اللي هي حليب غبرة. هنا نديرو الخليط نتاعنا ونمسحو الخليط، راح يعطيلو واحد اللحظة ولا اللي هي حليب غبرة مع صفار البيض، يعطينا واحد الاحمرار الجيد للخبز نتاعنا.
ترشيه بالسانوج وجنجلان وتخليه يخمر كي يخمر طيب. على بالي اخواتي يقولوا لي ام خلود راكي تزربي، وباش نعاودوا الوصفه ام ولا باش يفهموني كامل الاخوات واش نقولوا. قلت عندنا ثلاث حبات تاع البيض، ثلاث حبات تاع البيض، مغرفه كبيره تاع السكر، وربع كاس تاع الزيت، وكاس تاع الحليب اللي يكون دافي. هذاك الكاس تاع الحليب امان نديرو فيه مغرفه كبيره تاع الخبز، نضيف خميره الخبز هكذا، ومغرفه صغيره تاع الملح، وكاس ونص تاع الفرينه. يجي شويه كيما البريوش، يجي كيما البريوش يعني. قلت لهم يشبه الخليط تاع الكيك. نضيفوا له سانوج وحبه حلاوه ولا سانوج وجنجلان، نخلطوا الخليط غير بالمغرفه امان، هذا ما يتهجنش، هذا يساعدك امول. خلاص هذا تروحي للدار جربي، تشدي البلاط دهنيه بالزيت وفرغي العجين تاعك مباشره. تكوني موجده صفار تاع البيض اللي هو حوالي زوج حبات تاع صفار، تحطي لهم غرفه تاع لحظه وقطرات تاع الخل، تخلطيهم مع بعض وندهنوا كامل الوجه تاع الخبز نتاعنا. دردري عليه سانوج وحبه حلاوه ولا سانوج وجنجلان وتخليه يخمر. هو راه يخمر، احنا كيما دائما نقولوا للاخوات اموله الفرن يكون يسخن يعني، لانه الخبز تاعنا راه خفيف ما يديش وقت بزاف في الخمور. نخلوه يخمر ونشعلوا الفرن تاعنا، ما بديش على الفرن نقصوا له. هذا الخبز امان النهار اللي يطيب يطلع كيما المسكوتشو، يجي خفيف. والنهار اللي تخرجيه باش تعرفي سر النجاح تاع الخبز، تعرفي باللي نجح لك النهار اللي تخرجيه وتقطعيه تضغطي عليه يعاود يطلع كيما لي بونش، كيما لي بونش يعني اسفنجي الخبز تاعنا. نتمنى ان شاء الله الاخوات يجربوه وتجربيه امولا ان شاء الله، وترجعي المستمعات بالخبر. ام خلود هذا مليح يرافق الحساء، يرافق مليح مع القهوه تاع مع القهوه. بينا فقط للاخوات ذكرتيني امال، الا حبوه زعما يعني ديروه بريوش نقولوا ما باش ديريه القهوه تاع العشيه، واش تزيدي؟ زيدي ثلث مغارف، احنا عوض درنا مغرف تاع السكر في ثلث حبات بيض، انت ديري ثلث مغارف سكر، ديري ثلث مغارف هنا يرجع بريوش ويشربوا به كما قلتي قهوه تاع العشيه ولا قهوه تاع الصباح. ميم هكا ويتشرب به القهوه هكذا ويتشرب به امال، وحنا نحاولوا قدر المستطاع باش نقصوا الحلاوه السكر ولازم شويه ريجيم هكا امول. نعم وش هي طيبه الوصفه؟ تبدو انها رائعه وناجحه، ما كان حتى حاجه اللي تدخل الشك باش ما تنجحش. لا لا سهله مهله، وانت وصفاتك مشهود ليهم بالنجاح. اي سلمك، احنا هذا هو الشيء، احنا دائما نحوسوا كما يقول لك مقادير قليله وبنا كبير. هذا هو، هذا هو شعار البرنامج، خلود شعار البرنامج. ضمن برنامج اطباق واذواق مباشره عبر امواج اذاعه الجزائر من تيسنسيت. هذه بالنسبه الوصفه الاولى تاع الخبز، تاع الخبز نبقاو دائما مع الخبز، مع الخبز نروحوا للوصفه الثانيه. هذا كامل ما يتهجنش، كامل بالمغرفه اليوم كلهم بالمغرفه. الوصفه الثانيه امل واش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا فيها زوج كيسان تاع الحليب. نحطوا لهم مغرفه، الحليب هنا يكون دافي امل. مغرفه كبيره خميره الخبز، ومغرفه كبيره سكر عادي، ربع كاس تاع الزيت، وزوج حبات تاع البيض. نعاود المقادير باش الاخوات يدونوا ويكتبوا الوصفه هكذا باش يعقلوا عليها وحده وحده. نعاودوا امولها، عندنا زوج كيسان تاع الحليب يكون دافي، مغرفه كبيره خميره الخبز، ومغرفه كبيره سكر عادي، ربع كاس تاع الزيت، زوج حبات تاع البيض، ربع كيسان ونص تاع الفرينه، مغرفه صغيره تاع الملح، وهذو كامل امان نخلطهم بالفوي ولا بالمغرفه تاع الحطب. نعم تكوني موجدة البلا تاعك اللي يدخل الفرن فيه، تدهنيه بالزيت وتفرغي الخليط نتاعك عادي، كذلك تدهنيه بصفار البيض. هنا الا كانت مش متواجده اللحظه فقط للاخوات بالك مرات تكون حاجه ناقصه مش عليه، هنا ديري غير صفار البيض وقطرات تاع الخل، تدهني الوجه تاع الخبز تاعك، ترشيه بالجنجلان وتخليه يخمر. نفس الطريقه تاع الخبز الاول امال، ونخلوه يخمر من بعد ندخلوا الخبز نتاعنا للفرن. الخبز هذا كذلك نفس يعني كي تقطعيه ما شاء الله يعني تحسبيه مسكوتشو يعني يجي خفيف بالبزاف، وترافقي كما قلتي مع حساء يعني ويحمل لك الوجه يعني. كي ديري هذا الوصف كنا قدمناهم في رمضان وكانوا بزاف عليهم طلبات، وبما انه برنامجنا دائما نقولها ونعاودها فيه مستمعات جدد، فيه اخوات جدد، احنا دائما تكون في الاعاده افاده، تكون في الاعاده افاده. ومرات شتي الكناش تاع المطبخ اللي تدون فيه السيده هاو يطاش لها بالزيت تمحى لها الكتبه، يعني هذه الروتينات رانا دائما عايشينها يعني. وكما يقول لك احنا كذلك رانا في الكوزينه ورانا في الدار، رانا عارفين هذا يعني، وحنا نوصلوا
الرساله للاخوات ونعاودوا لهم باش يستفادوا. نتمنى ان شاء الله يجربوه حبيباتي وان شاء الله ينجحوا فيه. شهيه طيبه للجميع وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله اكيد مازلنا دائما معكم متواصلين. واكيد بعد قليل فاطمه ام خلود وصفه اخرى اللي فقط ام يسرى حبيبتي امل راح تقول لك نحيي ام خلود ونحيي فاطمه ونحيي امل. فقط نقول لهم باللي فاطمه هي ام خلود. فاطمه هي ام خلود لانه برك هنا ما تعودش نقولها ام خلود لانه امل تناديني بالاسم تاعي اللي هو فاطمه على ذاك يعني ام يسرى. يسلمك حبيبتي فاطمه. يسلمك حبيبتي وتحياتنا ليك وعائله بريان كامل. شكرا ليك وتحيه لام يسرى اللي نوجه لها تحيه وكل الاوفياء والوفيات اللي راهم يتبعوك فاطمه سواء عبر الاثير ولا على الصفحه الخاصه نعم خلود بالبرنامج. ونروحوا مباشره الى دوكا نروحوا قبل ما نروحوا امل باش ما ننساش اليوم كان طلبت مني زميلتي حوريه العلالي اللي هو يعني عبد الغاني العلالي اللي ان شاء الله اليوم يدير عام. يعني نتمنى له عيد ميلاد سعيد كل عام هو بخير ان شاء الله ربي يطول في عمره. وتحيه كامله لعائله العلالي وان شاء الله ربي يشافي الوالد نتاعهم يا رب. نروحوا الان للكغاتا نتاعنا اللي قلت هو خبز الكغاتا بالخبز والدجاج. يعني هذا الكغاتا نصحكم انكم تجربوه خفيف اقتصادي وما يكلفش كثير. انا شحال يبقى لي الخبز وحذاري حذاري يعني انا والله دائما نقولها امل للاسف الشديد دائما نصادف انه الخبز يعني في مرمي برا. يعني هذه الظاهره حذاري 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 لانه ربي سبحانه ما وصلناش بالتبذير. وانا قلت لكم انه الخبز نحتاجوه كيما فيها والو. بقات لك يعني مرسو تاع الخبز زوج حمصيه طحنيه ورايحين نحتاجوا له الوصفه نتاعو. رايحين كذلك نشوفوا به حتى طمينه تاع الخبز باذن الله وتجي بنينه وما شاء الله. ورايحين ان شاء الله نقدمها للاخوات رايحين نشوفوا به كذلك حتى لي سوفلي تاع الخبز. يعني فيه عده وصفات للخبز من بينهم اليوم الكغاتا نتاعنا اللي نحتاجوه مع بعض. وكنت جربت هذه الكغاتا ما شاء الله يعني قلت يعني ما فيهش بزاف تكاليف. واش نحتاجوا فيه عمة خلود أميمنة مارق تقول لك تحياتي لكم. تحياتنا لها. شتي حنا كي نكونوا في البرنامج دائما الأخوات وعلى ذاك لازم نجاوبوا كامل حبيباتي. هنا واش نديروا أمل؟ تدي لها كوكوت واش تحطي فيها؟ حطي فيها طرف تاع الدجاج. يعني صدر تاع حنا الأغلبية شتي ما يحبوش ياكلوا صدر تاع الدجاج. ودائما يبقى لنا منه في الكونجيلاتور. أنت جيبي هذاك المرسو تاع بصح بهذه الطريقة رايحين ياكلوه. جيبي هذاك المرسو تاع الدجاج حطيه في لاكوكوت. واش تحطي له؟ حطي له بصل يعني لاصوص بلونش يعني مرقه بيضاء. تحطي له بصل وثوم وشويه نتاع الزيت حوالي 5 مغارف تاع الزيت. تقليهم مع البصل والثوم والملح وفلفل كحل. يعني وتمرقي هنا فقط امل ملاحظه بين قوسين يكتبوها الاخوات. هنا واش ديري؟ يعني هذا الدجاج المرق نتاعو هو اللي نخدموا به لاصوص بيشاميل. صح يعني من المرق يعني هذاك نخدموا لاصوص بيشاميل. لو فون تاع اللي طاف فيه الدجاج نسحقوه يعني لاصوص اللي راح تكون مرافقه لهذ الكغاتا باش ما يجيناش ناشف. باش ما يجيش ناشف. وحنا هذه هي دائما اللي كغاتا ما نحبوهمش جد اكيد وراح تتعلمي ان شاء الله معنا لانك ان شاء الله بربي دائما تكوني حاضره معايا في البرنامج ان شاء الله. قلت هذاك الدجاج من بعد اللي طاب اموله نفتوه نحطوه بجيه. واش نضيفوا له؟ نضيفوا له هنا شوفي عندك اختيار يعني كاين اللي ما يحبوش لي شامبينيو امل نديروهم زيتون افيل اخضر. نديرو كمشه تاع زيتون افيل اخضر. يعني واش نضيفو؟ نضيفو معدنوس زوج مغارف كبار تاع المعدنوس يكون مقطع رقيق مليح. زوج مغارف كبار تاع المعدنوس يكون مقطع رقيق. نضيفو كمية تاع الفخوماج وكنت حطيتها في الصفحة نتاعي راه يتباع فخوماج كيما الكاشير يعني غابي. هو بولا ايه لا لا يعني تشريح لا نديروه غابي. ايه نديروه غابي حوالي زوج مغارف حتى 3 مغارف تاع فخوماج ويمد يعني بنا للكغاتا نتاعنا. ومن بعد واش نضيفو امل؟ نضيفو 3 مغارف كبار تاع الخبز مرحي. احنا قلنا الغاطه نتاعنا بالخبز والفخوماج والدجاج. نديرو 3 مغارف كبار تاع الخبز ملحي ونضيفو الملح. عندنا مغيرفه صغيره نص مغيرفه صغيره عفوا تاع خماره كيميائيه يعني الخماره تاع الكاطو. صح. ومن بعد واش نديرو؟ نديرو هذيك المرق اللي بقى لنا واش نديرو؟ غرفه
تبعيني مليح امل وتبعوني حنا نديرو مغرفه تاع الفرينه ومغرفه تاع الزبده نحرحروهم مليح مع بعض حتى هذيك الزبده يعني باش ما تبقالناش عجين بزاف اللي غير تخلط لاصوص بيشاميل دير فرينه زبده وتضيف الحليب يعني هنا كما نقولوا بنت الفرينه بنت العجين لازم تتحمس هذيك الفرينه في الزبده من بعد مش راح نديروا لها الملح ولا ما تبلوهاش لانه راه المرق والفخوماج مالحين نتبلو نضيفوا هذاك المرق اللي طيبنا فيه الدجاج هو اللي نمرقوا به نمرقوا به لاصوص نتاعنا ومن بعد نضيفوا لها في الاخير شويه جوز الطيب ما نضيفوا لها ولا شيء لانه رانا دايرين فخوماج في الخليط رانا دايرين كلش يعني نضيفوا غير شويه تاع جوز الطيب تخلطي كامل هذه المكونات مع بعض امولا نخلطهم كامل مع بعض ومن بعد نشدوا المولاغاتا نتاعنا ندهنوه بالمارغرين ونرشوه بكميه مليحه تاع خبز مرحي من بعد نفرغوا الخليط نتاعنا من الفوق كذلك واش نديروا نرشوه كذلك بالخبز بالخبز وكميه تاع الفخوماج كذلك تكون غابي النوعيه اللي حكينا عليها امان ومن بعد تكون دائما انا نقول للاخوات خبوا لنا شويه تاع مارغرين في الكونجيلاتور كونجلي يعني رشه خفيفه فقط من الفوق غطي المول تاعك ودخليه للفرن يعني مده 10 دقائق فقط الكراتان تاعك يكون يعني واجد يعني ولا بالالومنيوم لا شرط ماهوش شرط يعني تخليها فقط ممكن ندخلوها هكاك ممكن تدخليها طيب ولا فقط ما ديريش مباشره الالومنيوم ديري ورق الطهي بابي كويسون ومن بعد ندير ورق الالومنيوم والله صدقيني انه بنين بزاف ويجي خفيف وترافقيه مع حساء مثلا انت عندك ضياف طبق واش تكوني تدي الطبق هذا يكون طبق رئيسي وتزيدي حساء يعني ترافقيهم حريره يعني كيما حبيتي يعني ونتمنى ان شاء الله الاخوات يجربوا لانه وصفه ولا فقط تفضلي حبيبتي في عوض مثلا وحده ما تبغيش لا بيشاميل جينيرالمون كاع الناس يقول لك نديروا لاصوص او فخوماج نعوضوها ما نقدروش نديروا هذاك لو فون تاع الدجاج ولا المرق هذاك اللي طاف فيه الدجاج ونزيدوا معاه حبيبه تاع البيض ونخلطوا كاع تقدري تخلطي يعني انت تبدعي في الوصفه إيه. امان الا قدرتي زعما يعني ما تحبيش كاين بزاف اللي ما يحبوش لاصوص بيشاميل تعوضي كاس حليب حطي فيه ثلث حبات تاع البيض شويه تاع ملح زيت حبيبه تاع الفخوماج ضربي وديري في وسط الخليط هو يخرج يعني تلقاي الحل تلقاي يعني عندك في المطبخ اللي ما يبغيش البيشاميل يعني لا بهذه الطريقه امان مش راح تبان ثقيله لانه حنا كي نحضروا بيشاميل وحدها تجي صوص ثقيله انا علاش قلت لك باللي نحضروها بالمرق نحضروها بالمرق على هذاك راح تعطينا بنه للطبق نتاعنا نتمنى ان شاء الله الاخوات وكامل مستمعينا الوفيات للبرنامج ان شاء الله يحضروها ان شاء الله لانه فعلا هي وجبه كامله متكامله بزاف تاع السيدات اللي كنت بقى لها شويه تاع الدجاج وعندها الخبز بالمقابل تحير واش دير انا نقول لهم الحل انا نقول لهم باللي طموا للخبز فقط بين قوسين الطمينه نتاعنا اللي نخدموها ان شاء الله تاع الخبز لازم يكون الخبز مسوس اي لازم نطمو الخبز المسوس وحنا على بالنا باللي اغلب البيوت راهم ياكلوا الخبز المسوس ويبقى نطموه وحتى الخبز الاخر يعني نطموه نحمسوه امان اي نحمسوه يعني كاين نحمسوه ونطحنوه في بلارات ومن بعد نلقاو لانه كاين اللي نتبلوه كاين اللي قلت لك في الطمينه كاين اللي في السوفلي نستحت يعني نحتاجوه في بزاف وصفات وراح توعدكم اكيد ام خلود انها في كل مره راح تجيب لنا وصفات بالخبز يعني هكذا وصفات بالخبز يكون اقتصاديين وياكلوهم كامل افراد العائله اذا كملنا من المالح دوك نروحوا للحلو ولي كريب تاعنا امل واش نبداو قبل بحلوى كنت كذلك قدمتها بزاف عندها بزاف هذه الحلوى وكنا بزاف نديروها حلوه البيكربونات امولا لا البيكربونات والمعجون يعني بنينه بزاف هذه بالطبقات هذه الحلوى واش نحتاجوا ملي اختي كانت تصنعها بزاف نوجه لها تحيه كنت انا صغيره نحييوها بالمناسبه دونك ميليكا اختي قلت لك كتخدمها بزاف هذا الحلوى نوجه لها تحيه ونوجه كل المستمعات الوفيات خاصه متتبعات اطباق واذواق تحيه وما ننساوش اليوم ان شاء الله حبيبي وما ننساوش حبيبتي امال الطاكسيات تاع البلاد تاع تيسمسي نحييهم فرد يعني نقول لهم تحيه كبيره لكم وربي ان شاء الله يقدركم كامل لي طاكسيور تاع البلاد تاع تيسمسي نروحوا الان للحلويات تاع قلت معجون تاع الحلوى بالمعجون والبيكربونات واش نحتاجوا فيها نحتاجوا فيها 250 غرام مارغرين هذيك المارغرين نذوبوها من بعد واش نضيفوا لها
عفوا نضيفوا لها رطل تاع العسل تقريبا، يعني هذاك القوطيل الصغير تاع العسل اللي يدينا 450 غرام. نضيفوه للمارغرين تاعنا، ومن بعد واش نضيفوه؟ هذو كامل فوق النار امل، نديروا كسرونه وباماغي، نحطوا المارغرين الذايبه ونحطوا الكميه نتاع العسل اللي قلت هي رطل تاع العسل، يعني ما يكونش لحق رطل، يعني 400 غرام. نضيفوا صفار تاع ربع حبات بيض، وعلبه تاع البيكربونات، راه تتباع هذيك العلبه تاع البيكربونات صغيره. نضيفوها كامل مغرفه صغيره تاع لافاني، ونبقاو نخلطوا حتى يذوبوا كامل، يذوب لنا هذاك العسل ويولي اللون تاعو يشبه لون الكراميل. هنا ننزعوه من فوق النار، نخلوه يبرد شويه، يعني باش نضيفوا الخليط نتاعنا تاع الفارينه، ونبداو نضيفوا في الفارينه الخليط هذا قبل، ونخلطوا بشويه بشويه، ننقص من الفارينه. هنايا عندنا كيلو نتاع الفارينه، عبر تاع الفارينه، هذيك الفارينه نقصوا منها كاس، معناتها تبقى لنا 800 غرام تاع الفارينه. يدينا الا كان عندك الميزان نقصي 200 غرام، ما عندكش الميزان عبري كاس وحطي يعني البقيه اللي هي 800 غرام في العجينه نتاعك. نتحصلوا على عجينه كيما الكروكي، مثل العجينه نتاع الكروكي. هنا واش نديروا؟ نقسموها على الليبون، نقسموها على ثلاث كرات حتى ربع كرات. كيفاش نديروا؟ نحلوا كامل، نطيبوها على ظهر تاع السنيوه، شدوا سنيوه ما نطيبوش لداخل امان، نطيبوا على الظهر تاع السنيوه، نحلوها بالحلال، نحلوها بالحلال ونطيبوا كل وحده وحدها. كي نكملوا هذه العمليه كامل ما يديش وقت بزاف في الطياب، لانه ما فيش مكونات، فقط 8 دقائق حتى 10 دقائق نحوا الطبقات تاعنا، نخليهم بجيه. ومن بعد واش نديروا؟ نشدوا نحطهم في بلا، نحطوا الطبقه الاولى، نديروا معجون، نزيدوا الطبقه الثانيه، نزيدوا الطبقه تاع المعجون، ونزيدوا الطبقه الرابعه، هذيك نهرسوها امل، نفتوها ونحطوها بجيه. نزيدوا كذلك من الفوق كامل، نزيدوا طبقه تاع المعجون، وندردروا هذاك الطبقه الرابعه اللي كنا فتتناها. الطبقه الرابعه نقول للاخوات ماشي شرط انك تطيبيها كومبلي، يعني تطبعيها هكا ديسابلي، ولا خبزيها برك خلاص كيما نطيبوا البسيس يعني، او خبزيها في سنيوه، هي انها المهم تتحمر لنا هذه العجينه نتاعنا. ومن بعد قلت كي ندهنوا كاع الطبقه الاخيره، ندردروا عليها المعجون، وندردروا هذاك نمسحوها بالمعجون، وندردروا الفتات هذاك ونخلوها. الشرط نتاعها امان عفوا، هي في الاول تبان لك يابسه، تي تقولي واش درت؟ يعني درت كارثه بصح. من بعد تخليها ترتاح، يعني ديريها اليوم بعد 24 ساعه، يعني ما تصدقيش المنظر وما تصدقيش الذوق، يعني كيفاش تولي يعني طريه ما شاء الله. يعني تقطعيها، هنا حبيتي تضيفي لها كلمسه يعني من الفوق كتزين رشه خفيفه تاع سكر كلاص، تحطي حبه تاع لي سيغيز يعني هكا، الا كنتي سيغتو ديتها في مناسبه يعني، وتصلح كذلك في اعياد الميلاد، تصلح يعني هكا في زياره يعني، تدي قلت بلا في يدك يعني، تقطعيها تحطيها في ليكيسات وتقدميها للعائلة، تروحي طيبي لها قهوة ولا أتاي ولا، وتقدميها للعائلة شهية طيبة للجميع. أكيد راح تكون طيبة برك، في اختلاف أنه الحلوة اللي كتصنعها لنا ملكة مشي هاك. كاين بزاف يعني، كاين بزاف تاع الوصفات تاع حلويات ولا حلوى طبقات، مي اللي كانت تخدمها لنا ملكه مشي هذه، لانه كنا نعقل انايا كانت دير العجينه في السنيوه، ودير المعجون يعني الكونفيتور يطيب مع الكونفيتور، يطيب مع يطيب مع مع ولكن هذه الوصفه هي غاتو غيس اكيد، طبقه حلوى روسيه ام خلود اللي المعجون والبيكربونات، المعجون والبيكربونات هي اللي قدمتيها الان، وكما قلتي الوصفه راح تكون ناجحه باذن الله، وتكون شهيه لكل المستمعات. اذا فاصل قصير ثم نعود لنتواصل وياكم. راهي 42 دقيقة بعد 9 تاع الصباح، دايما معكم متواصلين في برنامج أطباق وأذواق. فقط أم خلود كان طلب بإعادة غراتان تاع الدجاج والخبز، إذا كان فيه إمكانية أنك تعاوديه. هيا عاوديه معايا أمال، باش كنت هي ثاني كتبتي الوصفة وهكذا نعاودوه للأخوات. هيا تفضلي. أنا ما نفهمهمش كيما تفهميهم. خلاص شوفي، حنا قلنا أمال غراتان تاعنا واش فيه؟ الدجاج، طرف تاع الدجاج، نديروه في الكوكوطة، نديروه في لاكوكوطة، نرفعوا عليه حبة تاع البصل والثوم، وزوج سنينات ولا ثلاثة تاع الثوم، الملح تاع الزيت ولا ثلاث مغارف تاع الزيت، الملح وفلفل كحل، ونمرقوا ونخلوه يذهب. برك هذيك لاصوص نحتفظوا بها باش نحضروا بها لاصوص بيشاميل.
نشدو هذاك الدجاج نتاعنا نفتوه نضيفوا له 3 حبات تاع البيض وكمشه. قلت اللي يحبوا لي شامبينيو امالي يقدروا يديروا حفنه تاع لي شامبينيو، اللي ما يحبوش لي شامبينيو يعوضوها بالزيتون الخضر يجي بنين. ايه ونضيفوا المعدنوس يكون مقطع رقيق، 2 مغارف كبار تاع المعدنوس يكون مقطع رقيق، وقلت كميه تاع الفخوماج 2 مغارف حتى 3 مغارف ولا 4 تاع فخوماج غابي كما راهم يعرفوا النوعيه امال عفوا. ونضيفوا 3 مغارف كبار تاع الخبز كذلك بلا ما ننساو شويه تاع الملح ونص مغرفه صغيره خميرة الخبز عفوا خميرة تاع كي تبع يا تاع الكاطو تاع خميرة تاع الحلويات ونضيفوا هذيك البيشاميل اللي حضرناها قلت مغرفة تاع الفارينة ما تكونش معمرة بزاف مع مغرفة تاع المارغرين، يليق نحمصوا مليح هذيك الفارينة في المارغرين ونمرقوها بالمرق تاع الدجاج المرق تاع الدجاج نضيفوها للخليط نتاعنا أمولة ونحطوا المول تاعنا قبل ندهنوه نرشوه بالخبز نفرغوا الخليط نزيدوا نرشوه بالخبز ونديروا له كميه نتاع الفخوماج فوق الفخوماج كذاك رشات خفيفه تاع المارغرين وندخلوه للفرن يعني وشهية طيبه للجميع ان شاء الله تعطينا برك لان كلش كل شيء طيب يدي اللون كل شيء وتتجانس المكونات فيما بعضها واكيد راح يكون غاتا لذيذ كما قلنا راهي غير العشرة غير برك السيدات بزاف يحيروا في الفطور يحيروا في العشاء احنا دائما يعني امال واش نطيب عشاء واش نطيب فطور ديفو حتى لحقت وين واش يشربوا قهوه عشيه بواش نديروها خاصه يعني الاطفال اللي عندها وليداتها يقرا دائما دائما تخمي يعني واش طيبي وخاصه اللي عاملة انا يغيظوني بزاف اللي حتى هي اللي في الدار يعني تغيظني بصح هي راهي عامله مصباح يعني مع الشغل تاع الدار بصح ولكن يعني تكون هذيك اللي برا اكثر يعني احنا شفتي امال بحكم اننا رانا كل يوم برا تخرجي تجري تعاودي ترجعي العشيه للدار تجريها العشاء الفطور هلا يعني لدرجه اني انا حتى ضحكتهم قلت لهم وليت المنام ما نشوفوش صح من كثره الجري خلاص المنامات ما تشوفي تنسي ما وليتش خلاص امولا ان ربي ان شاء الله يقدرنا ويعطينا الصحه لينا والكامل بابنا وناسنا اللي راهم يسمعوا فينا وان شاء الله يا ربي احنا دائما في خدمه. نروحوا الان نحليو قاعد عندنا امولا بليكخاب ليكخاب هذا واش نحتاجوا فيها هنا عندنا في التحضير واش تحطي حطي 2 حبات تاع البيض يعني بنان بل بزاف هذو امولا 2 حبات تاع البيض بصح اللي عندهم ريجيم ما ننصحهمش علاش كيما احنا لا طايفين نقدروا ناكلوا خلاص عندنا 2 حبات تاع البيض نحطوا لهم يعني هنا كميه نتاع 2 مغارف كبار تاع السكر ما يديش بزاف 2 مغارف كبار تاع السكر رايحين نضيفوا لهم كذلك 2 مغارف تاع الزيت قشور نتاع القارص ولا برتقال ومن الاحسن كي يكون وقت تاع تشينا امال نديروا لهم قشور تاع تشينا ما ننساوش طبيعه الحال رشه تاع الملح وعندنا 1/4 لتر تاع الحليب نخلطوا هذو كامل مع بعض امولا بالباتور وبعد واش نضيفوا نضيفوا الفارينه اللي هي 150 غرام تاع الفارينه ما يعادل 1.5 كاس تاع الفارينه حتى الحليب كذاك 4 لتر اللي ما عندهاش يعني باش الميزان هذاك دير 1.5 كاس تاع الحليب نخلطهم كامل مع بعض. سر نجاح امولا لي كريب باش يجونا يعني بنان ويجونا يعني ما تكونش هذوك لي كريمو يليق يريحوا مثلا انت راكي حابه ديريهم عشيه صح ديريهم درك الصباح غطيهم حطيهم في الفريجيدار العشيه تجبدي طيبيهم يعني عادي ولا ديريهم في الليل ومن غدوه لانه امال بزاف ولادنا وبناتنا ما يحبوش يشربوا الحليب ما يحبوش انا نقول للاخوات كي تنوضي صباح يعني تكوني مجده لك خبت تاعك في الليل وليدك ولا بنتك ما حبوش يشربوا الحليب ديري لها يعني من هذو لي كريب يعني كاين اللي حتى يدوهم لمجه يبقى لنا الحشو اموله طريقة تاع الطياب تاعهم سهلة إلا كانت مقلة تيفال ولا اللي عندها يعني المهم تكون مقلة ما تلصقش تدهنيها بالبطاطا هذيك البطاطا تقشريها تشقي فيها الفرشيطة وهذيك البطاطا تغمسيها في شوية تاع زيت تمسحي بها كامل المقلة الخاصة ولا المقلة عادي تاع الدار وطيبي هذوك اللي خاف من بعد اللي طيبيهم طبيعة الحال من الجهتين يدوا اللون الذهبي الشباب يعني نعرفوا اللون كامل تاع لي كريب امولا ومن بعد يعني للاحمرار اكثر يعني والحشو هنا اختياري قادر يكون شوكولاته الخاصه بالطالي وديري لهم يعني تقطعي لهم شرائح تاع الموز ولا يعني ما عندكش يعني شوكولاته الطالي تقدري ديري غير بالمعجون
يعني ديري كميه تاع المعجون يعني والفاكهه اللي كانت متواجده عندك في البيت. ما عندكش فاكهه ديريهم يعني هكذا ودردري عليهم الفوق يعني خطوط تاع شوكولا وزي يعني ورشه تاع سكر غلاس يعني تخلطي هكا يعني. انا دائما نقول للاخوات لانه كل وحده ومقدورها امال وكل وحده واش متوفر عندها في الكوزينه. كاين اللي تقول كاينه عندها حاجه وعشرة ما كاينش، وكاين اللي كاين كاع والوقت ما كاينش. كل وحده يعني والظروف. عفوا احنا كما يقول لك نمشوا مع كامل الفئات وماذا بينا يعني قدر المستطاع. يعني انا دائما نحاول نجيب كامل حاجه سهله خلاص باش نقدموها للاخوات، وبهذا يعني اللي كخب نتمنى ان شاء الله الاخوات يجربوهم يقدموهم يعني لعائلتهم يفرحوا بهم وليداتهم. وشهيه نقول لهم شهيه طيبه للجميع وان شاء الله نهار مبارك موفق ان شاء الله يا رب. هذا اكيد ما نتمناه. نفتح الان خطوطنا الهاتفيه لاستقبال اتصالات المستمعات متتبعات ام خلود وبرنامج اطباق واذواق 046 57 64 64. نستقبل اتصال فاطمة. الو صباح الخير. الو صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور. اهلا تفضلي، هاي معك ام خلود. كيف صحتي ام خلود؟ صباح الورد والياسمين حبيبتي، شكون معنا؟ معك سيدة مسوقر. مسوقر مرحبا بك حبيبتي. كيف داير ام خلود؟ كيف داير خلود؟ والله الحمد لله. السؤال عليكم حبيبتي. ما بس الحمد لله هاي. تفضلي سيدتي. يعني قال الكيفية المسكوتشو. مسكوتشو دوك نقدموها بإذن الله. هاي صح صح. إن شاء الله حبيبتي دوك في عجالة إن شاء الله رايحين نقدموا المسكوتشو. هاي السيدة مسوقر عيطت باش تفكرك عند بها نسينا. لا ما نسكتش حبيبتي انه الاتصالات فقط. ام اميمنة مالق تتمنى تحياتها، تبعت تحياتها وتقول الف مبروك البسباس دليلة بمناسبة زفافة. كذلك نحييو السيدة مزرعة بساس بساس امينة بساس دليلة بمناسبة زفافة. كذلك نحييو السيدة مزرعة تفاحة اللي كانت دايما تفوت معنا، نوجه لها تحية وبنيتها حنان شهر نقولوا دليلة ذهبي وكامل عائله مزروعه ان شاء الله. نقول لهم بزيان السعد خاصه هذه بساسه دليله اللي تزوجت ان شاء الله زواج سعيد مبارك هي وام هي و السيده بنت السيده تفاحه مزروعه حنان. نعم نستقبلوا اتصال اخر. الو صباح الخير. صباح النور سيدتي. اهلا وسهلا مرحبا. الله يسلمك. شكون معنا؟ ام فتون من الجلفة. الله الجلفة. صباح الخير. صباح الورد والياسمين حبيبتي. الله يسلمك. واش راكي ام فتون؟ واش راهم ناس الجلفة؟ بصح الخطر جاية نجي نزورك في المدرسة نتاعك. مرحبا بك حبيبتي. الله يسلمك سيدتي. سيدة فاطمة حبيت أن نسألك على الكتب تاعك إذا كان خرجوا ولا ما خرجوش. والله مازال لهم حبيبتي، مازال لهم يعني هكذاك يعني هو الوصفات واجدة، الصور واجدة، مازال لهم يعني فقط في كما يقول لك مازال ما طبعوش. شنو المشكل؟ والله يعني المشكل هما حبس الكتب. يعني خاصة بالطواجن. وكلش يعني درت حلويات وطبخ. هم مليح هايلين. سيدة ذيك النهار فين مديتي لي مديتي يعني لي زانجريديون تاع يا ربي تاع البقلاوة، يعني جات يعني حاجة وحدها. ماذا بيك لو كان تعاودي لي قل لي زانجريديون تاعها وكيفاش نقدر لاسيس كيفاش باش تجيني مورقة. والله لاصوص تاع البقلاوه شوفي العجينه احنا دائما قلت لكم نديروا فيها المايزينا ام فتون. والتوريق دائما البقلاوه تحب يكون عندها وفره تاع السمن، يعني بالسمن تكون يعني تجيك مورق يعني الطبقات تحس بيهم. سمعتيني ام فتون؟ صح صح شكرا. باذن الله نعاودوها بالتفصيل باش هكذا كامل يستفادوا الاخوات. شكرا ام فتون على اتصالك، تحياتنا لك. ام خلود نمر مباشره للمسكوتشو. المسكوتشو هذه تاعنا واش فيها؟ فيها 6 حبات تاع البيض، فيها علبه تاع الياوخت ذوق فاني. احنا في الاول واش نضربوا؟ ضربوا 6 حبات تاع البيض، علبه تاع الياوخت قلت ذوق فاني. اللي ما تحبش الفاني امل حنايا نديروها يعني كيما يقول لك اكثريتها بالفاني. نحطوا قلت 6 حبات تاع البيض، علبة يعني تاع ياوخت ذوق فاني، نطلعهم مليح بالباتور مع كاس سكر. مع كاس سكر. يبيض الخليط. يبيض الخليط، نضيفوا له لافاني، بشور تاع القارص،
وهنا السر تاع المسكوتشو تاعنا امل نديرو لها زوج مغارف تاع السمن وزوج مغارف تاع الزيت. حنا تعودنا انه المسكوتشو نديروها بالزيت. فيها برك ربع مغارف اللي هي خليط من السمن، كي تاكليها تحس بها جينواس ماهيش مسكوتش. وزوج السمن هذا يكون دايب، يكون دايب امولي، يكون دايب يعني دايب وزوج مغارف سمن، ايه يكون دايب ودافي يعني بارد، والزيت زوج مغارف. نضربوا كامل بالباتوغ، هذه المكونات نضربوهم بالباتوغ، ومن بعد نضيفوا تلت كيسان تاع الفارينه مع تلت باكيه تاع الخمانه، هذو كامل نضربوهم مع بعض. واش يبقى لنا امل؟ يبقى لنا الكاس تاع الحليب. الكاس تاع الحليب نضيفوه على مراحل يعني على ثلاث دفعات، نخلطوا الاول ومن بعد الجزء الثاني ومن بعد الجزء الثالث، نكملوا كامل المكونات مع بعض. وتدهني عفوا تدهني البلا تاعك، تدهنيه بالمارغرين يعني عادي ولا بالزيت، ترشيه بالفرينه وديري المسكوتشو تاعك تخليها طيب. يعني راح تطلع ما شاء الله. هنا طريقه التزيين كل اخت كيفاش حبت، كاين اللي بالمعجون والكاوكاو، كاين اللي تحب كذلك مثلا ديرها كلاصا شوكولا وفيرميسل الملونه، يعني تقدر ديرها من الفوق كيما تقدر. يعني درنا احنا ذوق تاع الفاني، تاع الفاني تشدي هذاك البون تاع الفاني، تشدي مغرفه صغيره تاع المايزينا، مغرفه صغيره تاع المايزينا، ديريها في نص كاس تاع عصير يعني اي عصير، تخلطيها تثقل شويه امال، تخلطي لها هذاك البو تاع الياغورت، تخلطي لها هذاك البو تاع الياغورت، وتحصلي لها اون كريم، تحصلي لها اون كريم، هذيك لا كريم تطليها من الفوق وتدردري عليها نوات كوكو، يعني تخرج ولا اروع. يعني هذا المسكوتشو خاصة لكن عندك ضيف على غفلة يعني وما عرفتيش واش ديري من ذاك، حنايا ما تكونش عندك حلوى في كونجيلاتور ولا ما تكونيش خادمة قط ولا، يعني تضطري انك ديري هذا المسكوتشو لانه مقاديرها قليله يعني وما تكلفش كثير. ما بيد راكي طيبي في القهوه راكي توجدي في المسكوتشو، يوجدوا ان شاء الله مع بعض، مع بعض وتقدميهم، وتقدميهم ويحمروا لك وجهك امام ضيوف التوعة. نستقبلوا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا صباح الورد والياسمين حبيبتي، شكون معنا؟ ام عزيز مشلف. ام عزيز مرحبا. ام عزيز واش راكي؟ صافا الحمد لله وانتوما؟ اكيد بخير الحمد لله حبيبتي مرحبا. المهم دائما رانا نتبعوك، ليسونسيال راكي بنيتي بير ينفعك دنيا واخره ان شاء الله. يا كبار وصغار يسلمك حبيبتي والله. وحنا هذا والله راكي بنيتي بير يعني احنا في خدمتكم دعوه خير، انا دائما نقول لكم ادعوا لي بدعوه خير وربي يسلمك. يا راكي قاني نقول لك راكي درتي بير اللي يشرب منه كل واحد، ينفعك دنيا وينفعك اخره. الله يخليك حبيبتي. هذه اللي نقول لك ايسونسيال. بغيت نقول لك ام خلود، بغيت كريت واحد المادلين قالوا لي مخدوم فيه بحال قاوي المايزينا، شوف فيه المايزينا بزاف، يجي خفيف كيما تاع ذوك لي بواط اللي نشرو. فيه فيه كاين، شوفي كاين شوفي راهي عندي واحد الوصفه تاع الخاصه يعني كونتيتي كبيره يعني معليش انا راح نقسمها لكم ونمدها لكم وفيه المايزينا. اكزاكتومون ايه فيه المايزينا بزاف وكليته وجاني خفيف وما صاجيغ ما طلبتش لا غوسيت تاعو، قلت حتى نعيط لك. شوفي ما تحشمو ما والو، تروحوا للدار انا نقول لكم كيفاش ندير. انا دائما كي يعرضوني ولا ناكل كاش قاطو يعني نكون ما نعرفش، ماهوش عيب يعني كلنا رانا نتعلموا، ما نعرفش هذيك الوصفه امان ما فيها يعني والو، نقول لها باش مخدومه يعني والله ما تحشم. ماليش كانت الدعوه كاع مخلطه وكاع، قلت لها لا نعيط لام خلود وهي تعطيني. يا ودي انا كي تعجبني بغات مخلطه ولا سالمه نديها نديها الوصفه. بغيت نقول لك ام خلود بما ما نشدكش، كنت انا كنت في نقارع لك في الوقت في التليفون وكنت نقارع المسكوتشو وما سمحتوش باسكو كنت في التليفون نقارع. معليش دوك تعاودوا لكم مدام. اييه داكور. شكرا. يخليك مع الزميله اللي راهي معك. الله يخليك يبارك فيك. شكرا. هذه منشطتنا وحبيبتنا اموله اليوم راها معايا ضيفه. معليش اليوم اموره اللي تعرفت على المستمعات تاع ام خلود مازالوا ياسرين ان شاء الله يا ربي ربي يخليهم. اكيد اكيد وفي كل في كل مره حنايا نسعد بالتواصل تاعهم معك ام خلود لانه هذا مكسب للاذاعه، كل هذه المستمعات هما مكسب للاذاعه. انا دائما في الاول والاخير نقول راس مال الاذاعه هما المستمعين، هما المستمعين. وانا ثاني كيما يقول لك برنامجنا يعني حلو، قعدتنا انت معك كذلك اموله يعني هذا يعني يكون نقاش يعني من ذاك يعني كما شفتوا اليوم كاين بزاف مرات نساو حاجات يعني تذكرنا بهم يعني، وان شاء الله دائما امل تبقى معايا في البرنامج يعني رايحين يعني من ذاك نشطوا البرنامج مع بعض حبيباتي. فقط اللي راهم يسقسوا على التربوسات ونقول لهم ان شاء الله انا راني فاتحه التسجيلات بدايه اكتوبر ان شاء الله نوصلوا التربوس نتاعنا كالعاده يعني ان شاء الله يا رب. راح تكون فيه حلويات يعني جديده يعني اطباق كذلك اللي حابين يتعلموا الطبخ يعني كذلك راحين نشوفوا وصفات مليحه يعني واقتصاديه يعني دائما انا الهدف
يعني الوصفات اللي نقدمها لكم في الاذاعه ولا اللي نجيبها لكم صدقوني انها تكون يعني على حسابكم يعني على حساب القدره الشرائيه. وحنا رانا نعرفوا يعني كيما يقول لك يا حليل كل واحد يعني مصاريف كثيره وكثيره وكثيره، ولكن معليش ان شاء الله ربي يقدركم ان شاء الله، وبشويه بشويه ان شاء الله رايحين كيما يقول لك اي حاجه ان شاء الله نخدموها يكون هدفها يعني كيما يقول لك قليل وبنتها كبيره ان شاء الله يا ربي. وحنا دائما برنامج اطباق واذواق دائما في خدمتكم، وام خلود اختكم وصديقتكم كذلك يعني نحب دائما نسعى يعني الحاجه اللي تكون يعني اقتصاديه قدر المستطاع باش نقدمها لحبيباتي. الطلبات كثيره وكثيره وكثيره، ولكن معليش حبيباتي ان شاء الله العدد القادم ان شاء الله راح نقدر فقط الثوم باش ما ننساش. ونحيي البركه نتاعنا السيده جدات عبير اللي نوجه لها تحيه كبيره كبيره ونقول لها توحشتك بزاف وتوحشوك كامل عمال الاذاعه راهم يسقسوا عليك. البركه نتاعنا الثوم اللي قالوا لي ام خول كيفاش ديروا له. انا الثوم شخصيا كيفاش اعوذ بالله من كلمه انا يعني ما نحبش نهرسو يعني ما نحبش نكرفجو. واش ديري له هذاك الثوم يعني نقيه ديري له شويه نتاع الزيت وشويه نتاع الملح وديري له علب وحطيه في الكرفس. الا كنتي تي طيبي دوك حنا جاي وقت تاع اللوبيا والعدس مقارون لي غراتا يعني ده طحني كميه، هذيك الكميه كي تطحنيها بواش تطحنيها لانه الثوم يخضر من ذاك ويفسد. كيفاش ديرو؟ ديري الكميه نتاع الثوم في الروبو، حطي عليها شويه ملح وشويه زيت ومغيرفه صغيره خل ولا قارص باش ما يخضرناش الثوم نتاعنا، وراح تتحصلي يعني على اكله طيبه. للاسف الشديد يشي لي زميلي مبارك امال انه ما بقاش معنا وقت والمسكوتش ما عاودتيهاش معليش في عجاله نعاودوها ام خلود لانه ام عزيزه قالت لك كتسنى نحشمو حنا من المستمعين. ستة بيض والله انا لو كان جات بيدي غير نزيد على ساعتي نخدم نهار خميس كومبلي. واش ندير؟ ستة تاع البيض تاع البيض بو تاع ياغورت اللي يكون ذوق فانيلا، اللي ما تبغيش لافاني دير ذوق اخر ولكن ننصحهم بالفاني بلا فاني. نضيفوا الملح رشة تاع الملح هذه باينه ولا فاني يعني كاس تاع السكر نضربوا كاس تاع السكر نطلعوهم مليح مع بعض. من بعد واش نضيفوا؟ نضيفوا الزيت هنا كميه، قلت زوج مغارف تاع الزيت وزوج مغارف تاع السمن يكون دايب. نخلطهم كامل بالباتور، نضيفوا ثلث كيسان تاع الفارينه وثلث باكيات تاع الخماره. هنا يكون عندك قشور تاع القارص تخلطيهم مليح مع بعض. ومن بعد واش نديروا امان؟ الحليب هذاك يبقى لنا على دفء يعني الحليب ما نضربوش بالباتور على دفء على ثلاث مرات يعني غير بالمغيرفه، وندهنوا البلان تاعنا بالزيت ونطيبوا المسكوتشو تاعنا. من بعد يعني التزيين مباشره لاكخيم قلنا البو تاع الياغورت امان، وعندنا يبقى بجيه بوتاليا وخت ذوق تفاني نص كاس تاع العصير نسخنوه فوق النار، نضيفوا له مغيرفه صغيره تاع المايزينا شغل يولي لنا كيما لاكخيم يعني نخلطوا له هذيك البوتاليا وخت نخلطوهم مع بعض ونديروهم فوق المسكوتشو تاعنا مباشره. ندردرو نوات كوكو ولا اي مكسرات يكونوا عندها الفاني يمشي بزاف مع نوات كوكو صح. حطيها في الفريجيدر خليها تبرد ومن بعد قطعيها وقدميها. وش هي طيبه للجميع. يعطيك الصحه ام خلود على حضورك معنا في برنامج اطباق واذواق. نتلاقاو بك الخميس الجاي ان شاء الله بحول الله.